This conference will now be recorded. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا فيكم برنامج السلامة الدوائية Medication Safety Program. معكم الدكتورة غدير فراديس، صيدلانية وأخصائية السلامة الدوائية مستشفى الملك فهد التخصصي، بالإضافة إلى كوني أخصائية إدارة جودة صحية وسيرتيفايد السيكس سيجما يلو بيلت. وإن شاء الله راح نكون مع بعض بإذن الله في هذا البرنامج. سعيدة بمشاركتكم الكورس المفيد بإذن الله، وبتمنى أنه الجميع يحقق الفائدة اللي حطها قدامه لحتى يوصل للهدف منه، سواء كان بعمله أو على المستوى الشخصي أو على مستوى الحياة وبيئة العمل. إن شاء الله رح يكون الكورس تبعنا عبارة عن 6 محاضرات كل أحد بإذن الله، الساعة 7 بتوقيت مصر والساعة 8 بتوقيت السعودية، وإن شاء الله تستفيدوا منه. البرنامج إن شاء الله رح يحتوي على محاور حكينا عنها، رح أحكيهم عنها في البداية. بالأول رح نحكي على Medication Safety Introduction اللي هي المقدمة عن السلامة الدوائية، كيف إجت الفكرة تبعت السلامة الدوائية وكيف وصلنا لها وليش عم نشتغل عليها و شو الأشياء المهم نعرفها لحتى نبني بيئة تعمل في القطاع الصحي مبنية على السلامة الدوائية والسلامة الصحية إن شاء الله. المحور الثاني هو Medication Error اللي هي الأخطاء الدوائية، رح نحكي عنها بالتفصيل إن شاء الله. بعد هيك المحور الثالث في عنا High Alert Medication اللي هي الأدوية عالية الخطورة، ومهم جدا إنه نعرفها ككادر صحي، أي حدا بتعامل معاها لازم to be careful about it. Look Alike and Sound Alike Medication اللي هي الأدوية المشابهة بالاسم أو النطق أو بالشكل الباكج تبع الدواء، ورح نحكي عنها إن شاء الله بالتفصيل. المحور الأخير تبع البرنامج اللي هو To Lean Medication Error، كيف نقلل من الأخطاء الدوائية بالمنشأة الصحية. رح نجيهم واحد واحد. بالنسبة لمحاضرتنا اليوم بإذن الله، بنهاية المحاضرة رح نكون فكرة منيحة عن كتير شغلات مهمة في السلامة الدوائية. النقطة الأولى اللي هي الـ latent failure، رح نحكي على النهاية الفشل الكامن، أسبابه وكيف بيحصل ولحتى نتجنبه. رح نحكي على الـ ISMB key element that have the greatest influence in medication use system، وكيف هاي العوامل اللي كشفت لنا إياها الـ ISMB مهمة جدا في التقليل من الأخطاء الدوائية ورفع السلامة الدوائية خلال الممارسة الصحية. النقطة الثالثة رح نحكي على الـ mostly term used in medication safety field، وهي أكثر المصطلحات شيوعاً اللي مستخدمة في مجال السلامة الدوائية. بعدها رح نحكي على الـ just culture اللي هي الثقافة العادلة، وهي الثقافة أو الكالتشر اللي لازم نعمل فيها ونشتغل عليها في منشآتنا الصحية، سواء بالصيدلية أو قسم الرعاية للمريض اللي هي التمريض، أو بالعيادات مع الأطباء، بكل مكان يعني لازم نشتغل عليها وناخدها بعين الاعتبار وتكون هي الكالتشر الموجودة عنا بالمنشأة الصحية. بعد هيك رح نحكي على الريبورتينج، وكيف نعمل إبلاغ عن الأخطاء الدوائية وشو الهدف منها وليش أنا بهتم فيها كممارس صحي بغض النظر عن الأسباب. النقطة بعدها رح نحكي على الميثود يوز سيفتي أناليسز، كيف عم بعمل تحليل للسلامة الدوائية والإشيو اللي أنا بشوفها. النقطة الأخيرة والمهمة safety is a priority، ورح نعرف ليش إحنا نهتم بالسيفتي. في البداية رح نحكي شوي إنه كيف بينت معانا مشكلة كيف وصلنا إلى السلامة الدوائية. يعني كلنا عارفين إنه السلامة الدوائية والجست كلتشر يعني من الأشياء المعروفة من فترة، لكن العمل فيها صار مطبق من خلال 10 سنوات اللي فاتت.
فعشان هيك لازم ناخذ فكرة بالبداية عن الموضوع. كيف بدأت فكرة السلامة الدوائية والجست كلتشر؟ كانت الفكرة اللي مأخوذ بها عند حدوث أي خطأ دوائي إنه الأشخاص داخل المشكلة أو الإشي اللي حاصل هم الناس الملامين بغض النظر عن الأسباب. يعني مين الصيدلي اللي كان بالمشكلة، مين الممرض اللي أعطى الدواء الخطأ للمريض، مين الدكتور اللي كتب الوصفة، بغض النظر عن السبب اللي أدى إلى حصول هذا الخطأ الدوائي أو المشكلة في الرعاية الصحية. بالتالي عشان يتفادوا هاي المشكلة كان في كتير عقوبات بتحصل بحق الموظفين، سواء كانوا المشكلة بسببهم أو إلهم عنصر فعال أو إن المشكلة كانت عن طريق السيستم. واللوم اللي كتير زي ما أنتم عارفين مشكلة كبيرة بحد ذاتها، يعني كل واحد عم بينلام عم بيبطل يعمل ريبورتينج. ما مستحيل إنه أي حدا يضلك تلومه راح يسمع كلامك أو يوصل لك فكرة إنه حصلت هاي المشكلة وإحنا حابين إنه نلاقي لها حل، أو عندي ريسك فلاني وراح نحاول نشوف له حل هاي المشكلة. صار إنه خلاص حصلت المشكلة خلينا ساكتين أحسن ما يجينا مشكلة لبعدين يجينا خصم من الراتب، يجينا إنذار، يجينا مشكلة كبيرة فإحنا بالغنى عنها. ومن هون بدأت المنظمات والممارسين الصحيين ما يحكوا أبداً عن اللي بيحصل معاهم، وصار في عنا ضعف بالريبورتينج، وصارت المشكلات تحصل واحدة ورا الثانية لحد ما صارت في مشاكل كبيرة تعجز المنظمات عن حلها ومعرفة أسبابها. وبالنهاية المنشآت الصحية الهدف تبعها هو صحة المريض، يعني مو لعبة إنه الواحد يخلي المريض شو ما إجاله الله يكون بعونه. لا، لازم يكون احنا عم نشتغل مع هيومن بين، ولازم ناخد العوامل الاحتياطية لحتى يكون المريض يتعالج بأقل مشاكل، يعني يطلع من عنا بأقل المشاكل وأحسن النتائج بإذن الله. فمن هون انتقلت لما شافوا انه ما في ريبورتينج وما في اي حدا بيبلغ عن الموضوع، وشافوا انه الموظفين بيحاولوا قدر الامكان انه ما يوصل المشاكل اللي بيواجهوها للقيادات العليا كالمدير والسوبرفايزر واقسام الجوده، قالوا خلينا لا نركز على النظام والعمليات والسيستم اللي بيتم من خلالها بتحدث الاخطاء. وجدوا في هذا النظام والعمليات انه في عوامل فشل كامنه بنسميها latent failure، تظهر فيها الاخطاء لما بتتجمع هاي المشاكل ورا بعض، يعني بتسلسل معين هاي المشاكل او latent failure او المشاكل الصغيره اللي ما بنهتم فيها او ما بتكون واضحه او الخلل اللي احنا ما بنوصله ممكن يكون سبب من اسباب المشاكل اللي بتحصل عنا. لما هاي الفجوات في النظام والخلل الصغير والفجوات الصغيرة بتتجمع بشكل معين وبيكون في خلل من الأفراد في المنشأة الصحية، كسل أو إهمال أو workload أو ضغوطات بالعمل أو مشاكل بيئة العمل بتؤدي إلى حدوث الأخطاء الدوائية أو الأخطاء الطبية بشكل عام. ومن هون صار لازم إحنا نهتم بعملية الريبورتينج. بعد ما شافوا إنه الكلتشر اتحولت من تأنيب الأفراد بشكل خاص إلى إنه صاروا يركزوا على السيستم، بلشت إنه الناس اللي بتشتغل تهتم بفكرة السلامة الدوائية والإبلاغ عن الخطوات، وبلشت عندنا فكرة الميديكيشن سيفتي. خلينا ناخذ السلايد الأول. Many organizations take an ineffective approach to preventing medication error. Investigations tend to focus on the front end or active end of the error. مثل ما حكينا إنه في كتير من المنظمات اللي بتتخذ نهج غير فعال لمنع الأخطاء الدوائية، بتشمل تركيزها فقط على الواجهة الأمامية أو النهائية للخطأ. يعني مين زي ما حكينا إنه مين الطبيب اللي كتب الوصفة، مين الصيدلي اللي صرف بدون ما يشيك، مين المريض اللي أعطى الدواء الغلط، مين المراسل اللي أخذ العينة الخطأ وداها للمختبر. يعني تركيزهم كان كله على الأشخاص، وهذا شيء طبيعي، يعني دائما طبيعة البشر بتحب إنها تلوم الأشخاص، ما بتفكر بأشياء تانية عند حدوث المشكلة.
لكن في منهجية السلامة الدوائية الحديثة اللي احنا بنشتغل عليها وبنحاول نوصلها بقدر الإمكان، إنه لازم يكون تركيزنا على المستوى التنظيمي أو بنسميه latent failure، النهاية الكاملة أو الحادة للخطأ، ومن هون إجتنا فكرة latent failure اللي هي الأخطاء الكاملة. latent failure مثل ما حكينا إنه هي بتعود إلى أحد خصائص استخدام النظام، يعني اللي هي السيستم بشكل عام. ولحتى نمنع الأخطاء الدوائية يجب علينا إنه نغير ونحسن النظام وعدم الاعتماد على أخطاء الناس وسلوكهم، يعني تركيزنا على النظام بشكل خاص جداً، ومع هيك يعني ما بنغض النظر بشكل 100% عن المشاكل اللي بيعملوها الأشخاص أو الأخطاء الكبيرة أو الإهمال تبعهم، لا، لكن إحنا بشكل أكبر يعني نسبة كبيرة بنركز على النظام وفجوات النظام لحتى نحاول نصلح السيستم. طبعا مثل ما حكينا إنه الفشل الكامل أو latent failure ما بسبب حدوث المشاكل بشكل مباشر، لكن بالغالب بيتجمع بتسلسل معين، فجوة على فجوة، مشكلة صغيرة على مشكلة صغيرة، التسلسل المعين مع الـ personal failure اللي هو الكسل أو الإهمال أو النسيان تبع الموظفين بتصير العواقب مخيفة، وممكن تكون عندنا مشاكل أكبر لا سمح الله. These latent failure are properties of medication use system. To prevent medication error, we must change and improve the system. مثل ما حكيت لكم لازم نركز على السيستم، وهاي هي النهج الحديث للسلامة الدوائية والجودة الصحية. And not rely to on changing people and their behavior. يعني أول ما تحصل المشكلة مو تروح تقول والله خلاص الصيدلي الفلاني حصلت المشكلة بالشفت تبعه، شيل امنع الصيدلي من العمل في هذا الشفت، هذا غلط كبير. لازم نشوف شو الأسباب اللي خلت إنه الصيدلي يغلط. نشتغل على السيستم، نحاول نحسنه ونركز عليه بشكل أكبر. هلأ latent failure له أسباب، ممكن يكون هو ضعف في الهيكل التنظيمي الـ organizational structure، يعني بشكل إداري، مثل faulty information management، إدارة المعلومات الخاطئة، أو التدريب الغير فعال للأشخاص اللي بيشتغلوا معي، واللي بنتج كان نتيجة قرارات أخذتها الإدارة العليا leadership، يعني أعطاهم تدريب ما في محله ورشح أشخاص مفروض ما كانوا هم الناس المفروض إنهم يفوتوا بهذا التدريب، ممكن يكون ناس تانية كانت أحق بالموضوع. فبالتالي إنه شخص ما في محله أو ما عنده الاهتمام في هذا الشغل، المفروض ناخذ اهتمامات ونركز عليهم بالأول ونشوف ممكن هو اهتمامه بشكل ثاني. التدريب تمام. ممكن يكون بالكلينيكال بارت، يعني شيء بخص المريض. latent failure can also stem from incomplete patient information، يعني ممكن يكون شيء كلينيكال، يعني المريض لما يفوت عندي بالمستشفى أو بالمنشأة الصحية تكون المعلومات تبعته غير مكتملة، مثلا ما اخذنا معلومات كافيه منه اللي بتفيدني في عمليه صرف الادويه والسلامه الدوائيه، مثلا الميسنج الرجي، الحساسيه، هل عنده حساسيه من دواء معين، هل عنده حساسيه من غذاء معين، مهم جدا لحتى يعني ما اكتب له دواء ممكن ياثر على حياته. مثلا عندنا الدايجنوستس انفورميشن، التشخيص تبعه، هل التشخيص شخصوه عنده كذا تشخيص، يعني المريض الكبار بالعمر وفي منهم الصغار، ممكن يكون عنده كذا دايجنوستس، يعني ممكن يكون عنده بلد بريشر عالي، ضغط، ممكن يكون عنده سكري، دايابيتس ميليتس، ممكن يكون عنده فراكتشر. فيعني مثلا اذا اجانا المريض بكسر لازم اشوف شو عنده، هل عنده سكري، هل عنده ضغط، هل عنده مشاكل بالكلى، يعني ما مو بس انه جاني اشتغل على الاكيوت دايجنوستس، لا، لازم اشوف كل الدايجنوستس اللي عنده سواء قديم او جديد بحيث اني اشتغل عليهم بشكل صحيح. ممكن يكون عندي انا كلير كوميونيكيشن اوف دراج اوردر، ممكن يكون عندي وصفه غير واضحه او في مس كوميونيكيشن فيها. كمان عندي، وهي النقطه بتخص الصيادله، lacking of independent double check before dispensing، يعني حتى انه الشيء المعمول فيه حاليا انه اي دواء راح ينصرف وخاصه بالهاي اليرت ميديكيشن او الساوند الايك لوك الايك،
انه واحد من الصيادله بحضرها وواحد من الصيادله مختلف عنه بشيك عليه، فبكون عندي اندبندنت دبل تشيك، اللي حضر واللي صرف الوصفه قبل التشييك قبل الصرف لازم يعمل دبل تشيك، بحيث يضمن انه الدواء المطلوب صحيح، الجرعات صحيحه، الدواء المصروف صحيح، لانه هاي الادويه فيها خطوره عاليه لو حصل فيها اي مشاكل صحيه، اي مشاكل خلال عمليه الصرف. النقطه اللي بعديها lack of computer warning، ممكن المستشفيات الحديثه اللي بتستخدم الورنينج تبع الكمبيوتر او بتستخدم الوصفات الالكترونيه، هاي نقطه مهمه جدا. يعني في سيستم، بس بيكون سيستم اسم الدواء ووصفته، يعني اشياء بدائيه، لكن في السيستم المفروض يكون عندنا بالمنشات الصحيه بيكون في عنده warnings، يعني تحذيرات، مثلا هذا الدواء هاي alert medication، هل انت متاكد انه راح نصرفه، هل هو الدواء المطلوب، زي هيك. ممكن في الادويه المتشابهه بالاسم او النطق والباكج بيقولوا لك انه هل هذا الدواء هو الدواء المطلوب او دواء غيره، فبيعطوا warning. ممكن بالديوريشن، مثلا عندك بعض المضادات الحيويه مثل الازيثروميسين بتنطلب لمده 3 ايام، ممكن تمد لخمس ايام، فبتزبط انت الورنينج عن طريق الاي تي سيستم اللي موجود عندك في المستشفى، انه بيحدد لك الديوريشن، انه هذا الدواء بيطلب للديوريشن كذا، هل انت بترغب انه يمدد لك الديوريشن ولا لا. بهاي الطريقه، فانه ما عندي الورنينج بالكمبيوتر سيستم او عندي سيستم بدائي ما بينبهني، يعني في حال ضغوطات العمل ممكن يؤدي الى اخطاء دوائيه. في عندي الامبيجس ريفرنس، ممكن المراجع اللي انا بحاول اني افتش فيها على المعلومات الصحيه او المعلومات الدوائيه ما بتكون واضحه بشكل عام، ممكن اللغه تبعتها منها، يعني اللغه صعبه، انجليزي صعب، او ممكن تكون لغه غير الانجليزي مثلا الماني او فرنسي ما بتكون فاميليا، أو ممكن المعلومة ما بتطلع بشكل مباشر وبتحتاج جهد أكبر، فالمفروض إني أسهلها على نفسه على الموظفين وآخذ ريفرنس يعطيني معلومة صحيحة معتمدة وأقدر أوصل لها بشكل أسهل وأسرع. في عندي نقطة الدراج ستورج إشي، ممكن يعني في بعض الأدوية ما بيكون مكتوب عليها من الباكيج إنه كيف تحفظها، بتكون متروكة بشكل عام أو مكتوبة بالليفلت تبع الدواء، أو ممكن إنه وقت التخزين ما خزنوها بالشكل الصحيح، فكمان هاي مشكلة ممكن تؤدي للأخطاء الدوائية. الدواء المفروض ينحط بالثلاجة ما نحط، ممكن في دواء المفروض ما يحصل له فريزنج نحط بالفريزر، وبهاي الطريقة. look alike and sound alike medication، وهاي إن شاء الله رح نحكي عن شكلها بالتفصيل بالمحاضرة تبعها. مثل ما حكينا انه عمليه استخدام الدواء وطلبه وتحضيره والبريبريشن والادمنستريشن عمليه طويله جدا ومعقده. ليش؟ لانه هي بتمر بكذا ستيب، يعني ستيب عند الطبيب في حال انه راح يطلب الدواء، وستيب بالتحضير، ستيب في نقل الوصفه، ستيب في الديسبنسينج اللي هي صرف الدواء، وبعدين الادمنستريشن، بعدين ممكن يمر بعمليه المونيتورينج، بعدين تثقيف للمريض كيف راح ياخذ الدواء تبعه. فهي سلسله طويله، اي مرحله في هاي المراحل حصل فيها خلل او ميس كوميونيكيشن ممكن يحصل عنا الاخطاء الدوائيه، وعشان هيك لازم نعرف الخلل وين حصل وشو النوع اللي حصل فيه، عشان ما نرجع مرة تانية ندخل بمشاكل أكبر لقدام. يعني فلازم كل مرحلة من هذه المراحل تمر بسلام لحتى ما يحصل عندي أي مشكلة من الأخطاء الدوائية. إذن medication use is a complex process that consists of sub-processes such as the ordering, the preparing, dispensing, administration and the provision of patient education. هي عملية هاي الخطوات اللي بيمر فيها الدواء لحتى يوصل لأيد المريض وياخده. Because failed communication of medication order is at the heart of many errors. فأي خطوة من هاي الخطوات حصل فيها الخلل ممكن يؤدي إلى الأخطاء الدوائية. Pharmacists must be aware of type of breakdown that can occur
during the ordering process that can lead to medication error. فلازم الصيادلة والممارسين الصحيين يعرفوا الخطوات هاي بشكل صحيح لحتى يتفادوا الأخطاء الدوائية. مثل ناخذ example على ال latent medication system error، ممكن ال handwriting، ما شاء الله الأطباء مشهورين بخطهم الرائع، صعب جدا نقرأه، وممكن من الضغط عليهم صار إنه يكتب أول حرفين ويكمل الباقي على أساس إن الناس عارفين، فبكون في مشكلة، ممكن ينقرأ دواء مكان دواء، ممكن الانفورميشن مثل ما حكينا تبع المريض ما تكون كافية، الأوردر ترانسكريبشن وهي خطوة مهمة جدا اللي هي بينتقل فيها الوصفة من الأوردر الميديكيشن شيت لحد من الأوردر تبع الدكتور إلى الميديكيشن شيت أو من الأوردر تبع الدكتور إلى الوصفة الطبية. في حال إنه المريض كان أوت بيشنت ممكن الـ unclear labeling، إنه الليبل اللي أنا بحطه الملصق الدوائي ما بكون مبين بشكل صح، أو ممكن الباكج تبع الدواء يكون فيه miscommunication مع أدوية تانية رح نحكي عنها، وممكن كمان تكون عوامل البيئية مثل high work load، عندي ضغط، ما عندي موظفين، عندي نقص shortage، فعشان هيك يعني. هلأ مشان نحل هاي المشكلة اجت الـ ISMB اللي هي Institute of Safe Medicine Practice، وهي من المنظمات المهمة جدا في مجال اللي بتدعم الأخطاء الدوائية، وبتحولها على بتحاول جدا انها توصلنا كيف نعمل سيف للأدوية والسلامة الدوائية وبتدعمها. لقتلنا 10 key element، 10 عناصر أساسية إلها أكبر تأثير على نظام استخدام الأدوية، وبالتالي عن طريق هاي العناصر ممكن نتبع أسباب الضعف والخلل المسبب لحصول الأخطاء الدوائية بشكل مباشر. يعني بشتغل على هاي العناصر، يعني بإذن الله أنه الأخطاء الدوائية عندي بالمنشأة الصحية رح تقل بنسبة كبيرة، وممكن حتى نتفاداها بشكل كبير. مثلاً system based cause of medication error can be directly traced to a weakness or failure in this key element. العشر عناصر هدول حطينا لكم اياهم، هم ال patient information اللي هي معلومات المريض، مثلا ال age، ال weight، ال allergy، يعني ال demographic information أو clinical information، lab result، المعلومات السريرية بتساعدنا على اختيار الأدوية، المديكيشن المناسب، الجرعة الصحيحة، الروت of administration. تمام، فوجود هاي المعلومات مهمة جدا جدا خلال كتابة الوصفة، لأنه في بعض الأدوية بتهتم جدا بالنكز على الوزن تبع المريض، مثلا اللي هي medication weight based medication. في ادويه بتعمل allergy فلازم نهتم انه المريض عنده allergy ولا ما عنده، فهمتوا هاي الطريقه. فهي المعلومات ال demographic information وال clinical information مهمه جدا جدا انها تكون موجوده خلال كتابه الوصفه، خلال dispensing، حتى لانه زي ما بتعرف الدكتور بكتب الاوردر، الفارماسي والصيادله دورها كمان يعمل دبل تشيك على الوصفه هل هي صحيحه ولا لا. مو كل شيء بيكتبه الطبيب المفروض يكون صحيح، فلازم احنا كصيادله نراجع ورا الدكتور هل الدواء اللي طلبه هل هو مناسب للدياجنوسيس، هل الدواء اللي طلبه الجرعه اللي كتبها صحيحه بناء على الوزن ولا لا، هل الروت اوف ادمنستريشن ممكن اعطيه بالدواء هذا، يعني في ادويه معروف انه دون تكرش غير قابله للطحن فما راح اقدر اني اطحنها، فلو طلبها الدكتور عن كان جي تي النيزو جاسترو تيوب ما راح اقدر اصرفها، عرفتوا؟ فهذا الروت اوف ادمنستريشن كمان مهم. فلو اشتغلنا عليه راح نلاقي انه الادفيرس دراج ايفنت ممكن انه تنزل بنسبه ممتازه جدا. النقطه الكي ايلمنت الثاني هو الدراج انفورميشن اللي هي معلومات الادويه، لازم المعلومات الدوائيه مهمه جدا انها تكون اكوريت ودقيقه وقابله للاستخدام لجميع الممارسين الصحيين لحتى
يعني ممكن يكون عندنا توفير ريفرنس، مثلا تراك ريفرنس او بروتوكولز او دوسنج سكيل، وتكون محدثه، يعني ما تكون قديم جدا. يعني القديم، لانه تعرفين العلم في تحديث، عم بتحدث اول باول، فمساله انه يكون المعلومات اللي موجودة قديمة راح يكون صعب جدا. يعني فممكن قبل 10 سنين يكون الدوز، عملوا عليها دراسات معينة، وجدوا انه الدوز لو تغيرت ممكن تعطي افكت احسن. فعشان هيك لازم تكون ابديتد اول باول، ولازم تكون في متناول الجميع. يعني يقدر اي ممارس صحي يدخل يشيك على الدواء، يشيك على طريقة استخدامه، يشيك على الدياجنوستكس المناسب للجرعة، بحيث انه يطلع عنا الجرعة مظبوطة 100%، ونتفادى الاخطاء الدوائية اللي ممكن تحصل بهذا الخصوص. النقطة اللي بعديها communication of drug information. الكوميونيكيشن مهم 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 جدا جدا في هذا المجال. ليش؟ لأنه أي miscommunication بين الكادر خلال عملية كتابة الدواء راح ينتج عنه أخطاء دوائية، وهذا من أهم الأسباب. مثلا الدكتور بيكتب الوصفة وصفة ورقية، الصيدلي اللي بيستلم الوصفة ما عرف يقرأها، قال ليش لحتى أنا أكلم الطبيب أسأله شو الدواء اللي أنت كاتبه، خلص خلي الوصفة تستنى لحد ما ينسأل عليها. صار في عندي ديلينج للدوز، المريض ما أخذ جرعته، هذا نوع من الأخطاء الدوائية. مثلا الصيدلي اللي قرأها بشكل أو بآخر قال يلا خليني أعطي الدواء، هذا مبين عليه صح، فأعطى دواء غلط كمان، هذا medication error. فممكن حتى مو بس الصيدلي، الصيدلي صرف دواء مكتوب عليه ما حدد انه المريض رح يستخدمه، مثلا اي في ولا اي ام، اجى الممرض رح يعطي الدواء، الدكتور مو عامل منشن لاي روت اوف ادمنستريشن لحتى يعطيه، الصيدلي مو محدد بالليبل تبع الدواء، اجى الممرض يعطيه اي في ولا اي ام ولا شو يسوي، يلا خلينا نعطيه له يا اي في، يعني منه من حاله. فكمان هذا من الأخطاء الدوائية، لأنه أنت ما في، لازم تلتزم بالروت أوف أدمنستريشن اللي الدكتور طالبه. المفروض بكل خطوة من هالخطوات نشيل البارييرز بين الممارسين الصحيين. طبعا بحكي عن البارييرز إنه مو الاحترام، الاحترام موجود طبعا، لكن البارييرز إني أكلمه ما أكلمه، خليه هو يكلمني، أنا أحسن منه، الأريا تبعتي أعلى، ما راح اكلمه خليه هو يكلمني. لا، الكوميونيكيشن مطلوب، والباريرز المتعلقه بالتواصل لازم تنشال بالمجال الصحي، لانه بالنهايه احنا بنسعى وراء مصلحه المريض. يعني لازم المريض ياخذ كل شيء بشكل صحيح ودوز صحيحه، فلازم نشتغل على الكوميونيكيشن بالاقسام بيناتنا. واي شيء احنا ما فهمناه بالوصفه او حابين نتاكد منه، يعني ما فيها احراج، نرفع السماعه على الدكتور او بنعمله بليب بيرجع لنا، نتواصل معاه، ممكن حتى نضطر انه نرجع الوصفه للدكتور لحتى يعمل كلاريفيكيشن لها. فالمهم تبعنا النت ريزلت انه البيشنت ياخذ الدواء تبعه بالطريقه الصح بدون اي اخطاء، ونرفع السيفتي بالكلتشر تبعتنا في المنشآت الصحيه. النقطة اللي بعديها اللي هي drug packaging, labeling and nomenclature، اللي هي غلاف الأدوية وتسميتها والباكج تبعها، وهذا مهم جدا جدا لما بنشوف الأدوية المتشابهة بالشكل بالنطق، هدول اللازم، ورح نحكي عنهم بالتفصيل كيف رح نتعامل معاهم لحتى نقلل الأخطاء الدوائية خلال الكورس بإذن الله. النقطة اللي بعديها الدراج ستوريج الستوك الستاندردايزيشن اند ديستريبيوشن، اللي هي تخزين الأدوية وتوزيعها والستوك الموجود عندنا بالوحدات الرعاية تبعت المريض، وتوحيد القياس تبع الجرعات، هذا مهم جدا جدا للحد من الأخطاء الدوائية. مثلا انه نظبط الجرعات خلال عملية الانفيوجن، نظبط الجهاز اللي عندي الجرعات تبعت الأدوية، نحاول انه مثلا من الدواء بتجي كذا جرعة، مثلا الأجيومنتين مشهور جدا بتعدل جرعاته، في عندنا 375، في 625 ميلي جرام، وفي ال 1 جرام كمان، وفي حتى من السيرب الأشربة انه لسه جرعات مختلفة حسب الديليوشن. فبعض الأدوية هاي تتوفر كستوك في أقسام التنويم الخاصة بالمرضى،
بالإمبيشن. فلو إحنا اشتغلنا على إنه يكون عندهم بس تركيز واحد من هذه الجرعات اللي حالات الإمرجنسي، وباقي التركيز لازم تطلب بوصفة، كمان رح نحد من الأخطاء الدوائية بشكل ممتاز. ممكن بعض الأدوية ما نخليها، يعني المفروض إنه بالأقسام الرعاية تبعت المرضى ما يكون في أدوية كتير كتير موجودة عندهم، بس الأشياء اللي بيحتاجوها بحالة الإمرجنسي اللي ممكن يعني يتوقف عليها حياة المريض، مثل الأدرينالين والنورأدرينالين والدوبامين، هاي ممكن تكون موجودة عندهم. لكن باقي الأدوية المسكنات، يعني محتاج مسكن يكون عنده باراستامول بالقسم، it's okay، لكن يكون عنده باراستامول وفولتارين وبروفين و و و يعني ما هم بحاجة. فالحد من الكميات الموجودة عندهم اللي ما تحتاجهم خلال عملية الإمرجنسي ما في داعي إنه يكون عندهم. النقطة اللي بعديها لدرج device acquisitions and use، اللي هي توفر الأجهزة الطبية أو الأجهزة اللي بنعمل عليها صرف الأدوية، وهي موجودة بالصيدليات الحديثة أن يكون عندهم أجهزة، يعني مجرد انك تحط الاوردر تبع الطبيب، الوصفه تبعت البيشنت، يجهز لك الدواء منه من حاله، بسموها روبرت فارماسي. في كمان بيجي عليها مثال اللي هي الكاونتينج ماشين، اللي بحطوا فيها حبات الدواء الفرق اللوز تابلت، وهي بتصير تعد لحالها العدد، هي بتسهل على العد. هاي لازم نهتم جدا جدا فيها في عملية الدبل تشيك، لأنه ممكن الأدوية تكون محطوطة بشكل خطأ، فبالتالي يحضر دواء مكان دواء. ممكن اللوز تابلت تختلف عليهم، يكون الليبل تبعها إنه مثال عليها، يكون مكتوب على أشهر الأمثلة الورفارين، بيجي حبوب فرط أو لوز تابلت. الورفارين الموجود باللوز تابلت في منه كذا تركيز، لو حكينا إنه ورفارين 1 مللي جرام وورفارين 2 مللي جرام وورفارين 5 مللي جرام، طبعا إحنا بنميزهم بألوانهم يعني للناس اللي عندهم experience. فممكن يكون الليبل تبع الكاونتينج ماشين انه ورفرين 1 مللي جرام. طبعا مع العجله في عنده ضغط وكذا، فايش الصيدلي شو عمل؟ طلع ما لقى شيء، قال يلا بعد الورفرين 5 مللي جرام وبشيل الباقي وخلاص، يعني ما في مشكله، وبنخلص المرضى الموجودين اللي برجع. فحط الدواء، عد للمريض تبعه، طبعا كان في حبتين من الدواء القديم الورفرين 1 مللي جرام، ومع الانشغال وضغط العمل ما طلع انه في موجود من الدواء اللي قبل ولا لا، وسحب الواحد ملي جرام في الكاون تبع البوتل اللي راح يعطيها للمريض، وحط عليها الاثنين الخمسة ملي جرام او 2 مللي جرام اللي عباهم وصرف للمريض، فصار في ميكس. فالمريض ممكن ما ينتبه، ما عنده فكرة عن الدواء، اول مرة ياخذ الدواء ما بيعرف اللون تبعه، فممكن ياخذ الواحد وياخذ الخمسة على اساس انه كلياتهم جرعة الخمسة. الغلط الأكبر إنه ممكن يكون الصيدلي نسي الكمية الزايدة في الكاونتينج ماشين، فبالتالي كمان يعني للأسف للأسف إنه نسيهم. فإجا الموظف اللي بعديه، الصيدلي اللي بعديه، طلع إنه ورفرين 1 مللي جرام هو محتاج حبتين ليونيت دوز، فضغط على الكاونتينج ماشين نزل له حبتين، لكن نزل له للأسف من 5 مللي جرام. فكان هون مصيبة كارثة لو إنه الخطأ هذا ما انتبهوا عليه، أو إنه أخذ المريض جرعة مكان جرعة ثانية. الانفيرمنتال فاكتور، النقطة اللي بعديها، اللي هي العوامل البيئية، مثلا مثلا نحكي عن الإضاءة، يعني إضاءة ما أنا منيحة بالصيدلية، أو ممكن في نويز كتير بالقسم، مثلا في عندي مريض معاه مرافق عاملين دوشة فما قادرين نركز، ممكن ضغط العمل، شورتش تبع الستاف. فعشان هيك لازم يكون عندي نظام جيد التصميم، يعني well designed system، لحتى أمنع من الأخطاء الدوائية، لأن العوامل البيئية سبب مهم جدا جدا في حصول الأخطاء الدوائية. النقطة اللي بعديها staff competency and education، هي كفاءة الموظفين، تعليمهم وتدريبهم. لازم نعمل تدريب للموظفين، حتى لو كانوا موظفين كفؤين لازم نعملهم تدريب، بندربهم على استراتيجيات العمل، بالأخطاء الدوائية والسلامة الدوائية، بندربهم على أدوية جديدة دخلت على المستشفى، بندربهم على الأخطاء الدوائية اللي حصلت كيس ستادي، بندربهم على البروتوكولات اللي حاصلة.
ممكن كمان ندربهم على الأخطاء الدوائية، يعني الأولويات، الشيء اللي أنا بشوفه إنه من مصلحة العمل بدربهم عليه، الشيء اللي أنا ما بشوفه من مصلحة العمل ما في داعي إني أضيع الوقت والجهد، لأنه أنا بعثر على الشغل تبع المنشأة قبل أي شيء. النقطة اللي بعديها البيشنت اديوكيشن، هو تشمل تثقيف المريض، مهم جدا ثقافة المريض، أعلمه شو الدواء تبعه، لازم يعرف المريض شو الدواء تبعه وليش عم بيستخدمه وشو الجرعة اللي لازم ياخدها وشو الآثار الجانبية لو ما أخذ، لو أخذ الدواء. زي ما بتعرفوا إنه في أدوية لها آثار جانبية مثل تغيير لون اليورين للون الأحمر، فهي مصيبة، يعني لو المريض فكر إنه دام أو يعني ممكن ما ياخذ الدواء بسبب هاي المشكلة. ممكن يكون كمان السايد افكت انه يشعر بصداع، فهو يحكي لك لا ما راح اخذ الدواء، كل ما باخذ الدواء بيحصل لي صداع، هو مفكر انه مشكلته ما انحلت، لكن الدواء هو السايد افكت انه الصداع اللي عم بيجي. فلازم يكون عنده تثقيف، وهي من اهم الاشياء اللي احنا بنهتم فيها في مجال السلامه الدوائيه. لازم نحكي له عن الادويه اللي بياخذها مع الاكل وقبل الاكل. في ادويه ما بتنفع مع بعض المأكولات مثل الورفرين، الورقيات الخضراء لازم ينتبه عليها، فلازم انا اعمل له تثقيف بهاي النقطه. النقطة اللي بعديها الكواليتي بروسيس اند ريسك مانجمنت، وهذا النهج تبعنا بالسلامة الدوائية والجودة الصحية اللي هي إدارة المخاطر. لازم نركز على تصميم النظام، الريديزايننج ذا سيستم والبروسيس. في حال اي خطا حصل لازم نركز على السيستم ونحاول نصلحه بشكل او باخر لحتى ننهي مشكله الاخطاء الدوائيه ونزيد عمليه السلامه باذن الله. هلا رح نحكي عن شويه مصطلحات مهمه في عمليه السلامه الدوائيه. هاي المعلومات مصطلحات، يعني ما أنا معلومات أكيد كلكم عارفينها لأن أنتم بالمجال الصحي، لكن رح نذكركم فيها. المصطلحات أولها رح نحكي على الميديكيشن ايرور، اللي هي الأخطاء الدوائية. الأخطاء الدوائية بيعرفوها على أساس إنه هي any preventable event that may cause or lead to an appropriate medication use or patient harm while the medication is in the control of healthcare professional patient or consumer. يعني هي أي حالة يمكن الوقاية منها أو منعها. Preventable event ممكن تسبب أو تؤدي إلى استخدام غير مناسب للأدوية أو بتؤدي إلى حصول أذى للمريض harm to the patient، في حين أن الدواء in our control، يعني يكون لسه الدواء بين إيدين الممارسين الصحيين أو المريض أو المستهلك، يعني بتكون الشغلة بإيده بتنتج عنها الهارم. ممكن تكون سببها البراكتس أو أي خطوة من الخطوات اللي حكينا عنها بمر فيها الدواء، سواء كانت بال prescribing, ordering, communication, the package, dispensing, monitoring، اللي هي الخطوات اللي بمر فيها الدواء خلال عملية طلبه إلى حد ما يوصل للبيشنت. النقطة المصطلح الثاني اللي هو الـ adverse drug reaction، اللي هي تأثير الأدوية العكسية. عرفتها المنظمة الصحة العالمية WHO على أساس إنها ردة فعل الجسم غير مرغوبة وغير ضارة. Noxious unintended or undesired، يعني غير مرغوب فيها، تحدث مع استخدام الجرعات الطبيعية at normal dose، يعني بالجرعة الصحيحة الطبيعية المطلوبة ممكن تحصل هاي ردود الفعل العكسية أو تأثير الأدوية العكسية. الجرعات النورمال دوز هاي ممكن نستخدمها بسبب البروفيلاكسس، بسبب دايجنوسيس او بسبب تريتمنت، فعلى هالاساس بتحصل بشكل خلال الجرعه الطبيعيه، يعني ما لنا جرعه زياده ولا جرعه قليله، هي جرعه طبيعيه اعطيناها للمريض ونتج عنها اثار عكسيه طبعا بيكون غير مرغوب فيها، وعشان هيك لازم نعملها ريبورتينج. المصطلح اللي بعديه اللي هي الادفيرس دراج ايفنت، برمزولها ب ADE، بيعرفوها على اساس اي شيء او حاله بتشمل ضرر للمريض harm to the patient، سواء كانت ضرر من دواء معين او نقص في الدواء المطلوب injury from medicine or lack of intended medicine.
طبعا هي بتشمل الـ adverse drug event، بتشمل جميع الأعراض الجانبية للأدوية الـ adverse drug reaction، اللي سواء كانت حساسية allergy أو ردة فعل جسم ذاتية idio synatric reaction. طبعا الأخطاء الدوائية كمان اللي بتشمل منها بينتج عنها ضرر للمريض، كمان بتدخل ضمن مسمى الـ adverse drug event. طبعا 3 ل 5% من الأخطاء الدوائية اللي بيحصل فيها harm to the patient كمان بنصنفها على أساس إنها adverse drug event. المصطلح المهم جدا كمان سنتينال ايفنت، وهذا الشيء مو مسموح ابدا ابدا انه يحصل عنا بالمنشآت الصحية، وبنحاول بطريقة او باخرى انه يعني نمنعه وانه يحصل بكافة الطرق، ولو حصل راح يكون في كارثة كبيرة. دايما بنحكي انه لازم تكون عنا النسبة تبعته 0%، مو مسموح ابدا انه يحصل. Sentinel event defined as an expected occurrence involving death or serious physical or physiological injury or risk therefore serious injury especially include loss of limb or function. يعني هي اي حدث غير متوقع بيشمل الوفاة اللي هي الموت لا سمح الله، أو إصابة جسدية أو نفسية خطيرة، يعني بتشمل فقدان أحد الأطراف. يعني أنت تخيل إنه مريض يخسر إيد أو رجل أو كلى أو أي حاسة من الحواس المهمة له، كل شيء مهم طبعا بجسم الإنسان بسبب خطأ طبي أو خطأ دوائي. يعني هاي مصيبة، المفروض إنه ما نتساهل بالموضوع هاد، أو ممكن يتوفى لا سمح الله بسبب جرعة غلط، جرعة عالية، نقص بالمونيتورينج، يعني مشكلة كبيرة. فعشان هيك هذا السنتين ابن المفروض ما يحصل أبدا ويكون نسبته 0%. ولو لا سمح الله حصل لازم ندخل بشكل سريع جدا، لأنه هاي تعتبر إمرجنسي، يعني لازم ندخل بشكل كبير لحتى نحل هاي المشكلة ونمنعها إنها تحصل مرة تانية. هلا وصلنا للنقطة الأكثر اهتماما، أنا كثير بحب المصطلحات just a culture، اللي هي الكالتشر المفروض تكون موجودة عندنا بالمنشآت الصحية ونهتم فيها، ولو ما كانت موجودة نحاول إنه نخلق هاي الكالتشر لحتى نخلي الشغل تبعنا يمشي بشكل مظبوط. سلامة المريض هي الأهم بكل شيء. الجست كلتشر هي الثقافة العادلة خالية من اللوم وخالية من الخجل. No shame, no blame. طيب عشان خلينا نحكي شوي الكلتشر هاي، عشان وصلنا لها مرينا كذا كلتشر أو مرحلة قبل ما الكلتشر هاي نوصل لها. اللي حصل خلينا نحكي هيك ندردش فيه شوي، وبعدين راح نكمل واحكي لكم نقرأ السلايد. طبعا مثل ما حكينا بالبداية، كان اول ما يحصل الخطأ اللوم كان بيروح للاشخاص مباشرة، مين اللي عمل، مين اللي حصل، مين اللي كان موجود، وكان يعني المدراء الله يسامحهم والليدرشيب كانوا يصدروا بحقهم عقوبات، خصومات، نقل تأديبي، فصل، حتى كانت توصل لمرحلة الفصل. حتى يعني كان برأيهم إنه الشيء هذا راح يخليهم أكثر انضباط، لكن للأسف أنتوا عارفين يعني أي شيء بيجي بالشدة ما بيزبط. فشو اللي حصل؟ شافوا إنه الموظفين ما عاد يحكوا، ما عاد حدا يقول إنه صارت المشكلة الفلانية، حصلت معي كذا، يعني أنا حصل الريبورت الفلاني، حصلت الخطأ الفلاني، خلينا ندخل نحله. لا، صارت المشكلة كتموا عليها وما حدا عارف يعني. والله يعين المريض اللي حصلت له المشكلة أو صار معاه الخطأ الدوائي. فشافوا إنه هاي الطريقة ما أنا منيحة، وكانوا بسموها هاي الكلتشر، كانت بسموها البنتيف ناتشر. فهي كانت فيها إيش الملامة، يعني زي ما بنقول إنه هي ثقافة اللوم. فبالتالي الأخطاء الدوائية زادت، ويعني ما استفادوا أي شيء من هاي المجال.
راحوا بعديها انتقلوا لكلتشر نوعية ثانية، اشتغلوا على حالهم الليدرشيب بعد ما شافوا المشكلة اللي حاصلة معاهم، انه ما في بلاغات، ما في ريبورتينج، الاخطاء الضوئية بتزيد، رضا المرضى بيقل. انتقلوا لمرحلة انه النون بنتيف، يعني ما في لوم، بليم فري كلتشر، يعني ما راح يلوموك وما راح يعملوا لك اي شيء، بس انت اعمل ريبورتينج. هذا كلياته عشان يعززوا مرحلة عملية الإبلاغ عن الأخطاء الدوائية. هذا النوع من الكلتشر يعني هو متأكد إنه الخطأ ممكن يصدر عن البشر بشكل طبيعي، يعني كل البشر خطاؤون، وإنه معظم الأخطاء ممكن تكون زلات أو هفوات أو مواطن ضعف في النظام وبيئة العمل، واللي بدوره بيساهم بشكل كبير في الأخطاء الدوائية يعني. لكن مع هيك ظل في فئة من الممارسين أو الموظفين لسه يعني ما عندها مشكلة تغلط، وقالت يعني ما عندها مشكلة تغلط، مو لأنه هي ما عم بتحاول إنه تصحح خطأها، لأنه هي بفعلها كسل، يعني عندها الكسل زي ما تيجي تيجي بغض النظر هل اشتغلوا صح ولا ما اشتغلوا صح، ما عندهم مشكلة. كسل وتجاهل للسياسات المتبعة في السلامة الدوائية المطلوبة، فقالوا زي ما تيجي تيجي رح نشتغل بالطريقة اللي تناسبنا بغض النظر عن الطريقة اللي فيها سلامة المرضى. كانت هاي الكلتشر البليم فري كلتشر او نان بنتف. بعد هيك وصلنا للجست كلتشر اللي هي الثقافه العادله. هاي الثقافه بيتم فيها تطبيق الانضباط بطريقه متناغمه بناء على تركيز الافراد والظروف المحيطه بها، وليس على النتيجه اللي هي الاوتكم. طبعا هاي ما فيها مسامحه، يعني بيشتغل التركيز تبعها انه بيشتغلوا على السيستم، ما بيركزوا على الافراد باللوم، ما فيها لوم أبداً، بيشوفوا الخطأ بيحاولوا يحللوه، بيحاولوا يعملوا له أكشن بلان لحتى نمنع الخطأ مرة ثانية. يعني إحنا دورنا بالجست كلتشر إنه نمنع الخطأ عن طريق تصليح السيستم. لكن مع هيك ما رح يتغافلوا عن الكيرلس أو الناس اللي ما عندها استعداد إنه تحسن من نفسها لحتى توصل للسلامة الدوائية أو تمنع الأخطاء الدوائية. بياخذوا هذا بعين الاعتبار وبياخذوا هذا بعين الاعتبار، لكن التصليح تبعهم بيكون عن طريق اكشن بلان بيعتمد على تحسين السيستم وليس تحسين افراد. يعني ما عندهم سياسه انه هذا مهمل خلاص شيلوه من المكان، لا، المهمل بنعالجه بطريقه او باخرى عن طريق السيستم، بنعمل سيستم جديد، بنعمل ريديزايننج للسيستم الموجود، بنضيف عليه شغلات، بنحذف منه شغلات بحيث انه يوصل الى سيف براكتس للسيستم تبعنا، ونقلل من خلاله الاخطاء الدوائيه. نشوف السلايد. هلا ذا كلتشر اوف بليم شيفتد ان 1990 ان هيلث كير اندستريال وين ات واز ريكوجنايز ذات ذا بنتيف ناتشر اوف ديسيبلاين واز نوت ذا بيست واي تو انكارج ستاف تو توك اباوت ذا ريسك اند ذا ايرور اند اسيست تو ان ذا بروسيس اوف ديكريزينج ايرور. اذا مثل ما حكينا انه هي ثقافه اللوم، وجدوها انه ثقافه تمنع الابلاغ عن الاخطاء الدوائيه وما بتحمس الموظفين، فبالتالي تركوا البليم وراحوا للكلتشر الثانيه. The culture then shifted to blame-free culture in the effort to promote reporting. حولناها الى blame-free culture لحتى نعزز ثقافه الابلاغ عن الاخطاء الدوائيه. This culture recognized the human will error. The most unsafe act are slips or lapses, and the weakness in systems and environments contributed significantly to error in medicine. يعني مع هيك إنه حتى عززوا ثقافة الإبلاغ، وعارفين 100% إنه الخطأ ممكن يصدر عن البشر أو أشخاص، سواء كانت زلات أو هفوات، slips أو lapses، وفي مواطن ضعف في النظام بيئة العمل، واشتغلوا على هذا الأساس كسيستم لحتى يوصلوا إلى نتيجة ترفع من الوعي بالسلامة الدوائية والأخطاء الدوائية، لحتى نحاول قدر الإمكان أن نقلل الأخطاء الدوائية. بعد هيك what was not recognized at the time was the slowly blame-free culture also non-punitive.
Fail to attend those of you who knowingly ignore designated safety procedure and those who are unreasonable, reckless or negligent. يعني هدول حتى مع هيك ما قدروا يعالجوا الناس اللي لساتها تتمتع بالكسل الكيرلس أو مثل ما بنسميه الإهمال الفعلي، يعني مهمل وهو متأكد إنه هو مهمل. فعشان هيك انتقلنا بعدين إلى الجست كلتشر. Just culture is a culture in which discipline is applied in consistent manner based on the intention of the individual and the circumstances and in which they were working, not the outcome. مثل ما حكينا وصلنا إلى بعد هاي الكلتشر وصلنا إلى الجست كلتشر اللي هي الثقافة العادلة اللي بيتم فيها تطبيق الانضباط بطريقة متناغمة تركيز الأفراد مع الظروف المحيطة بها اللي هي السيستم، يعني ما بركزوا على الاوتكم او النتيجه النهائيه الاشخاص اللي لهم علاقه بالموضوع او ما لهم علاقه بالموضوع. Action plans to prevent recurrence of an event should be designed according to the type of error. وبالتالي رح يكون في عنا action plan، رح نحل في خطه لحل مثل هاي المشاكل نعتمد عليها في إنه نمنع الأخطاء الدوائية اللي حصلت. تمام؟ هلأ رح نحكي على الريبورتينج. الريبورتينج مهم جداً 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 في المنشآت الصحية، سواء كان ريبورتينج على أخطاء دوائية أو ريبورتينج على incident report أو أخطاء طبية أو أي مشكلة، يعني أي مشكلة بنعملها ريبورتينج بنوجد لها حل، مو أي مشكلة بنعملها ريبورتينج بتحصل مشكلة تانية. لا، إحنا الغرض من الريبورتينج اللي هو زيادة الوعي، حل المشاكل، تجنب حدوث المشاكل. ممكن حتى نحكي إنه بعمل ريبورتينج لحتى أستفيد من تجارب الآخرين، يعني رح يشوفوا إنه عندهم نفس المشكلة كيف أنا حليتها ويشتغلوا على هالأساس. طبعاً في شيء تاني بعيداً على التجارب وحل المشاكل، كمان الأكريديشن. الأكريديتينج إيجنت اللي بيجونا لحتى يعتمدوا المنشآت الصحية بيقولك هاي المنشأة الصحية معتمدة من الجي سي آي، فبزيد الإقبال عليها لأنه عندها اعتماد أمريكي. في عنا بالخليج العربي اللي هي مركز الاعتماد الوطني اللي هو السباحي، بيقولك هذا المستشفى معتمد من صباحي، فبتكون ثقة المرضى فيه عالية لأنه عنده اعتماد وطني. في هذا المطعم أو المكان هذا معتمد من الأيزو، فأنا راح أهتم جداً إنه هو معتمد من الأيزو، عنده اعتماد من الأيزو. طبعاً هاي الاعتمادات وخاصة بالمنشآت الصحية في عندها ستاندردز بنص إنه لازم يكون عندك ريبورتينج للميديكيشن إيرور، ريبورتينج لسنتيال إيفنت، ريبورتينج لإنسيدنس ريبورت، ريبورتينج لمشاكل بالأجهزة الطبية. فلازم يعني يكون عندي ريبورتينج لحتى المنشأة الصحية اللي عندي يحصل لها أكريديشن لحتى تعتمد من هاي المنظمات وتقدر تجتاز المعايير بشكل صحيح. غير هيك إنه ممكن إنه أستخدم هذا الريبورتينج بالتحسين، عملية التطوير، مشاريع التحسين بالمنشأة، رفع الوعي، مشاركة المعلومات مع والخبرات مع المستشفيات الثانية والمؤسسات الصحية الثانية لحتى نتفادى مثل هاي المشاكل بالمستقبل. نشوف في السلايد. Reporting of medication error is important for every practitioner without regard to their practice setting. However, institution internal reporting is often emphasized because it is necessary in order to maintain the institution's accreditation status. إذا مثل ما حكينا إنه الأخطاء، الإبلاغ عن الأخطاء الدوائية أو الريبورتينج بشكل عام مهم لجميع الممارسين الصحيين بغض النظر عن المشكلة اللي حاصل. يعني ممكن أنا أعمل الخطأ وأنا اللي أعمل ريبورتينج لهذا الموضوع، مو غلط ولا هو عيب، بالعكس هذا الشيء بيرفعني ما بينزلني، بيعطيني ثقة بنفسي، بيعطي leadership تبع المنشأة كمان بيعطينا ثقة كبيرة بهالموضوع إنه أنا اعترفت بخطأ ورح نشتغل لحتى نصلحه. بالعكس يعني في مستشفيات بتعمل
ريكوجنيشن وشهادات شكر للناس اللي عم تعمل ريبورتينج وبتعترف بأخطائها وبتحاول إن تتفاداها لحتى نوصل لشيء مهم جدا بهذا المجال، ونحاول إنه نقلل من الأخطاء الدوائية وحدتها. دراج انفورميشن سبيشالست اللي هم اخصائيين المراكز معلومات الادويه موجوده بالمستشفيات الكبيره، في عنا ناس متخصصه مركز معلومات الادويه هناك بيستعينوا فيهم لتحديد الاجراءات الصحيحه، بيستعينوا فيهم لكتابه الريبورتس تبعت الميديكيشن ايرور الاخطاء الدوائيه او الادفيرس دراج ريبورت، وهم الناس يعني ممكن يعمل ريبورتنج بشكل كبير بسبب الاستشارات اللي بتوصل لهم والأسئلة اللي بيجاوبوا عليها اللي لها علاقة بالكيسز أو بالبيشنت الحالات المريضية اللي بتوصلهم. فالبوزيشن تبعهم كمان كتير ممتاز جدا إن يكونوا موجودين، يعني عندهم معلومات كتير عن الأدوية، ممكن يجيهم اتصال إنه والله أنا أخذت الدواء الفلاني وحصل معي الأعراض الجانبية كذا، فهم بيشجعوا الناس إنه يعمل ريبورتنج، وممكن نفس الأشخاص هدول الأخصائيين معلومات الدواء إنه هم نفسهم كمان يعملوا ريبورتنج بناء على الاتصال اللي جاهم. وفي يعني فورمات كتير خاصة بالريبورتنج تبع هاي الشغلات، للميديكيشن ايرور راح يكون في فورم معين، الادفيرس دراج رياكشن كمان له فورم معين، سنتا ايفنت له معين، الانسيدنت ريبورت كمان له فورم معين، فحتى هم ممكن ينصحوا الناس كيف راح يستخدموا هذا الريبورت. طبعا اخصائيين السلامة الدوائية كمان لهم دور كبير في عملية الإديوكيشن، إنه يشرحوا كيف يعبوا الفورم، طبعا الفورم لازم يتعب بتوقيت معين حسب البوليسي والبروسيجر اللي موجود عندنا بالمنشأة الصحية واللي معتمد فيه. In an effort to share institutional experience and avoid the same error being repeated at several institutions, national reporting system for institution have evolved. يعني كمان في محاولة تبادل الخبرات والمؤسسات الصحية مع بعض وتجنب الأخطاء وتكرارها في نفس الشكل. يعني كتير في قصص بنسمعها إنه حصلت في المستشفى إكس، حصل عندهم هاي الحالة وحصل معهم هاي المشكلة وما لقوا لها حل. بالمقابل لو عملنا سيرش بسيط على حدا الويب سايت لقينا إنه في مستشفى تانية حصلت معها نفس المشكلة وما هيك قدروا يتخلصوا منها خلال فترة بسيطة بأكشن بلان معين أو بخطة حطوها أو استراتيجية معينة، أو ممكن حتى الحل اللي هم وصلوا له أخذوه من مستشفى تاني، عرفتوا كيف؟ فعلى هالأساس ممكن يتبادلوا الخبرات ويتفادوا المشاكل اللي حصلت معاهم بشكل أو بآخر لحتى نرفع السلامة. هلأ عن طريق تبادل الخبرات هدول شو عملوا؟ طوروا أنظمة للإبلاغ، صار في عنا مؤسسات خاصة طبعا مجانية وممكن تكون بشكل تطوعي، أي حدا يحصل معه مشكلة أو يشوف عنده كيس حصلت أو حابب إنه يعملها ريبورت صاروا يعملوها مباشرة عن طريق يعني الإنترنت، شغلة بسيطة بفوت على الويب سايت وبياخد الريبورت بيعبيه وبيعمل سبميشن. طبعا المنشأة اللي حاطة الويب سايت هاد بتتابع الريبورت اللي وصلها وبتحاول انه تعمل له ببلش تنشره او بتتواصل مع المؤسسة لحتى تعطيها حل لو هي لسه ما انحل الموضوع او بتقيم الوضع. طبعا من اشهر الانظمة الابلاغ او الناشونال ريبورتينج، طبعا لما نحكي بالامريكا عندهم ثلاث يعني شغلات خاصة بالسلامة الدوائية والأخطاء الدوائية، أهمهم هي مشاعات كتير لكن هدول أهمهم. في عنا الميدواتش هدول برنامج قامت بتطويره الـ FDA اللي هي الـ American Food and Drug Association للمنتجات الطبية. يعني هاي اهتمامها وين ما في medical product منتجات طبية بنعمل reporting لها، يعني في عندي مشكلة بالـ medical product مشكلة بالمنتجات الطبية بعمل reporting للـ MedWatch. هاي هم متخصصين بهذا النوع من البلاغات تبعتها. المؤسسة الثانية اللي هي الـ ISMB
الاي اس ام بي هاي كتير كتير مهمه جدا بالنسبه لنا في الاقسام الدوائيه، لانه كتير برامجها وفورماتها والاشياء اللي عم بيعملونا اياها مفيده للكادر الصحي. يعني لو اي حدا يعتمد عليهم وصل شغل السلامه الدوائيه والسيفتي تبع البيشنت يعني الى القمه. هدول عملوا الاي اس ام بي Institute of Safety, Safe Medicine Practice، عندهم برنامج عملوه اللي هو بيختصروه ب MERP اللي هو Medication Error Reporting Program، اللي هو خاص بالتقارير الأخطاء الدوائية. هذا البرنامج عن طريقه بتقدم التقارير حول الأخطاء الدوائية بشكل تطوعي فلنتري عن طريق استخدام الإنترنت. مثل ما حكيت لكم كل هاي البرامج مو محتاجة لجهد بريد وفاكس وكذا، لا بتفتح الويب سايت تبعها وبتعمل الريبورت تبعك وبتعمل سبميتين. طبعا الريبورتينج عندهم إلكتروني. المؤسسة الثالثة اللي هي الميدا ماركس. هدول البرنامج عبارة عن نظام ريبورت تطوعي، لازم تعمل لهذا البرنامج سبسكريبشن بيست، يعني لازم تعمل فيه اشتراك. طبعا من خلال هذا البرنامج بيجمع بيانات، بيتم جمع البيانات وابلاغ عنها مختصة بالميديكيشن ايرور اللي هي الأخطاء الدوائية، مختصة كمان بالأدفيرس دراج رياكشن اللي هي التفاعلات العكسية، ما كمان لها علاقة بالأدفيرس دراج إيفنت اللي هي الحوادث العكسية للأدوية. طبعا هذا بشكل ناشونال. طبعا أنت داخل المؤسسة ممكن تعمل ريبورتينج داخل المؤسسة، يعني مو لازم أنك تطلع ريبورت خارج المؤسسة. كيف يعني؟ يعني أنت هلأ داخل الصيدلية حصل معك خطأ نيرمس للدواء، فرحت كتبت ريبورت انه انت حصل معك كذا كذا وكنت صرفت الدواء الفلاني ولحقت الدواء قبل ما يوصل لايد المريض، وعشان هيك انت عملت ريبورت ورفعت الدواء الريبورت هذا للسوبرفايزر. طبعا السوبرفايزر شاف الوضع، شكرك لانه انت مشيت بهاي الموضوع، ما خبيت الموضوع، بالعكس انه هذا الشيء بيفيد الصيدلي بشكل كبير. رفع الريبورت هذا طبعا ل الميديكيشن سيفتي اوفيسر اللي هو اخصائي السلامه الدوائيه بالمنشاه. طبعا الاخصائي السلامه الدوائيه بالمنشاه شو عمل؟ عمل ريكومنديشن لحتى مثل هذا الخطأ ما يتكرر مرة تانية، ونحاول قدر الإمكان إنه نتفاداه. بعد هيك الخطوة اللي بعديها لازم يطلع لإدارة الجودة بالمستشفى لحتى بالأول يكون من ضمن الإحصائيات اللي حصلت في النيرمس، وكمان لحتى يعطوا ريكومنديشن تانية ولو هم عندهم حلول أفضل إنه يفيدونا فيها. بعد ما يرفعوه فصار عندهم دخل بالإحصائيات، فهذا بنسميه الانترنال ريبورتينج، بنعمل عليها مؤشرات أداء كبيرة بتفيدنا لقدام بالتطوير وعدم تكرار الأخطاء ووجود حلول لهاي المشاكل لو حصلت مرة تانية. هذا الانسايد اورجانيزيشن أو بسموه انترنال ريبورتينج، وممكن يكون اوتسايد اورجانيزيشنال لحتى نوصل للبست براكتس اللي هو الأداء الأفضل. هلا نيجي على السيفتي ايفنت اناليسيس. حصلت طبعا هدول في عنا طريقتين لحتى نعمل اناليسيس سيفتي اناليسيس. طبعا هدول الطريقتين واحده منهم برو اكتيف او بروسبكتيف باعتبار ما سيكون، وفي عنا ريتروسبكتيف بعد ما يحصل الخطا وبنحاول نحصل له حل او نقي له شو الاسباب اللي ادت الى حصول الخطا والنتائج اللي ترتبت عليه، وبعد هيك بنحاول انه نمنعها في المستقبل. طبعا الشغلات هاي اكيد انتم سامعين عنها، يعني اللي بيشتغلوا بالمجال وبالمستشفيات سامعين عنها او باقسام الجوده معروفة وشغلتها سهلة كتير. النقطة الأولى هي الخطوة الأولى اللي هي Root Cause Analysis أو الـ RCA اللي هي تحليل السبب الجذري. هاي Retrospective يعني بعد ما يحصل الخطأ بنشتغل عليها، بنشوف شو الأسباب اللي أدت وبنحاول إنه نعمل Action Plan بحيث إنه نمنع أو نغير السيستم حتى نمنع مثل هاي الأخطاء أنها تتكرر. الطريقة الثانية اللي هي الفيميا الـ Failure Mode and Effect Analysis اللي هي وضع الفشل وتحليل الأثر، هاي بيعتبروها Prospective Method.
يعني هي بيقدروا انه ممكن لو حصل معانا بالمستقبل هاي المشكلة رح يكون هاي اسبابها وهاي حلولها، فبالتالي بيحاولوا من الاول انه ما تحصل المشكلة من اساسه. نوصل لنقطة البست براكتس. طبعا احنا دائما في المجال، باي مجال سواء صحي او غير صحي، بنحاول قدر الامكان انه نوصل للبست براكتس او الاداء الافضل. يعني كلنا نسعى ان شاء الله انه نكون افضل ناس في العالم، كلهم في تخصصه، وهي بطبيعة البشر يعني بحبوا يكونوا هم الافضل بكل شيء. يعني مستحيل ما يكون في حدا بده يكون هو الافضل بكل شيء، صح؟ هلا مشان نوصل للبست براكتس بالسلامة الدوائية، في عنا بعض المؤسسات، طبعا مؤسسات كتير كبيرة وفخمة وعندها تجارب وعندها استراتيجيات، لو أخذنا فكرتهم بالاستراتيجيات اللي عملوها لحتى نمنع الأخطاء الدوائية ونرفع السلامة الدوائية أيضا، ممكن نوصل لها يعني البست براكتس بشكل سهل. يعني مو مش سهل 100%، لكن نمشي على الطريق الصحيح. يعني ناخذ السلم اول باول، درجه بدرجه، لكن انه بدايتنا راح تكون صحيحه، تكون باديه على بيسك صحيح، ما انه بيسك مبني على يعني تفكير، او ممكن حتى تفكيرنا يودينا طريق صحيح، لكن لو احنا ركزنا بالبست براكتس واستراتيجياتهم، لانهم اشتغلوا عليها وكانوا جربوها وطلعت معاهم نتائج، فعشان هيك صارت عندهم هاي الاستراتيجي لحتى يمنع الاخطاء الدوائيه. لو اخذنا من الاستراتيجي تبعتهم لمنع الاخطاء الدوائيه مع برو اكتيف ستيب، يعني في خطوات احنا متوقعينها وبنحاول انه يعني مثلا نوضع خطوات مسبقه لحتى نمنع الاخطاء الدوائيه، الخطوات هاي مع الاستراتيجي تبعتهم راح نمنع الاخطاء، حدوث الاخطاء الدوائيه. يعني ما راح نحكي 100% لكن 99.99%، فحتى نمنع هاي الاخطاء. لا تستنوا لحتى الخطا يحصل وبعدين تشتغلوا على حل هاي المشكله، لانه انتم عارفين بالمجال الصحي اي خطا دوائي او خطا طبي بيحصل، المسكين اللي راح يكون متعرض للخطر هو المريض، يعني هو اللي راح يتعب، هو راح يتعرض لهي المشاكل، هو اللي راح يعاني. فاحنا بالاول غرضنا بالاول والاخير انه المريض يكون مرتاح، المريض يطلع باقل الخسائر واحسن النتائج، فعشان هيك بنحاول نمنع الاخطاء الدوائيه ونسيد السيفتي تبع البيشنت داخل المنشاه الصحيه وخارجها. طبعا dont wait until it happens to you، يعني لا تستنى لحتى تحصل الخطا. طبعا عندنا من المنظمات اللي عندها استراتيجيات ومهتمه بهاي الاستراتيجيات لضمان عمليه استخدام الدواء بشكل امن، منظمات كتير، من أهمهم عنا الـ ISMB مثل حكينا The Institute of Safe Medication Practice، في عنا الـ IHI The Institute for Health Care Improvement، هي معهد تحسين الرعاية الصحية، في عنا الـ JCI اللي هي The Joint Commission National Patient Safety Goal، الأهداف الوطنية لسلامة المرضى المشتركة، الـ NQF اللي هي The National Quality Forum Safe Practices for Better Healthcare اللي هي الممارسة الآمنة لمنتدى الجودة الوطني من أجل رعاية صحية آمنة. هدول من أهم الـ Institutions اللي عندهم والـ Organizations اللي عندهم استراتيجيات ممكن نستعين فيها لحتى نوصل للـ Best Practice ونمنع الأخطاء الدوائية. فيكم تفوتوا على الويب سايت تبعهم، تشوفوا الفورمز الموجوده، تطلعوا على الاستراتيجيات وتستفيدوا منها بشغلكم، وهي كتير مهمه وواضحه يعني سهله. هلا النقطه الاخيره بمحاضره اليوم اللي هي السيفتي از ا برايورتي. طبعا دائما وابدا السلامه هي الاولويه، يعني دائما احنا بنحب نشتغل بسلام، نعمل بسلام، ما بنحب نعمل اي اذى لاي حدا سواء احنا او بيشنت او زملائنا بالعمل. فسيفتي از ا برايورتي هي اولويتنا اولا واخرا. بال 1998 الاي او ام اللي هي الانستيتيوت اوف ميديسن شكلت لجنه جوده الرعايه الصحيه في امريكا،
طبعا هاي اللجنة كلفوها انهم يحطوا او يوضعوا استراتيجيات لتحسين الجودة في الرعاية الصحية، استراتيجي تو امبروف كواليتي ان هيلث كير. في تقريرهم المنشور الخطأ هو الانسان، وهي من اهم التقارير اللي طلعتها الاي او ام، وكان لها سبب كبير في تغيير الجودة في الرعاية الصحية والسلامة الدوائية، وطلعت منها كتير ريبورتات بعديها وبدوا يشتغلوا عليها بشكل صح، وكان يعني فينا نحكي هي الانبثاقة تبعت السلامة الدوائية والجودة الصحية. من هذا الريبورت اللي هو To Err is a Human، الخطأ هو الإنسان، في تقريرهم هذا بيّنوا الغرض من التقرير بناء نظام صحي أكثر أماناً، يعني building a safer health system، يعني بدهم يبنوا إنه يكون المكان الصحي أكثر أماناً. طبعا سلطت اللجنة الضوء على ما هو معروف حاليا حول مشكلة الأخطاء الطبية، يعني شفتوا كيف اشتغلوا سنين اشتغلوا، والحين انه الـ implementation او الشغل تبعهم بلش يظهر في العشر سنين اللي فاتوا، بدأ العلم تبعهم يطبق بشكل صح. طبعا الأشياء اللي بتساهم في مشكلة الأخطاء الطبية، وطبعا عرضوا التوصيات المقترحة لتقليل الأخطاء الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية في أمريكا. إذن بال 1998 the IOM formed the Quality of Healthcare in America Committee that was charged with developing a strategy to improve the quality in healthcare. In their published report to Error is a Human، هذا الريبورت تبعهم، Building a safer health system, the committee highlighted what was currently known about the extent of medical error. حكوا عن حجم المشكلة تبعت الأخطاء الطبية، what contribute to medical error والعواقب تبعتها، and recommendation والتوصيات لحتى يحلوا هاي المشكلة، to minimize error and improve the quality of care in the United States. طبعا هذا شغل كان بأمريكا، والآن بلش يتطبق عنا بالوطن العربي في خلال 10 سنوات اللي راحوا. Many of goals set forth in this report becoming closer to the reality. طبعا فعليا الآن من اشتغلوا عليه بالفترة اللي فاتت، وفعليا احنا عم بنوصل لهي النتائج. The many other reports by the IOM have provided additional details insight into what's necessary to optimize the safety of the healthcare system in the United States. وطبعا بعد هذا الريبورت اللي عمل نقلة في مجال السلامة الدوائية والجودة الصحية، طلعت ريبورتات تانية كانت بتدعم هذا الريبورت وبتدعم الجودة الصحية تبعتنا والسلامة الدوائية. طبعا الريبورتات هاي كانت مفيدة جدا، فيكم تفوتوا على الويب سايت تبعهم وتقرأوهم وتستفيدوا منهم إن شاء الله. طبعا إحنا وصلنا اليوم لنهاية المحاضرة، بتمنى أنكم استفدتوا منها وتكون كل شيء واضح شرحناه. إذا في أي استفسار أو أي سؤال فيكم تسألوني بأي وقت، وبتمنى أن تسمعوا الريكوردينج بشكل مرة أو مرتين، وإن شاء الله يفيدكم يا رب العالمين. وبانتظار أسئلتكم لو في عندكم أي أسئلة أو استفسار بهذا الخصوص فيما يتعلق، وإن شاء الله نلتقي بالمحاضرة القادمة إن شاء الله الأحد القادم الساعة 7 بتوقيت مصر و8 بتوقيت السعودية، وبتمنى تكونوا معي إن شاء الله بالمحاضرة الجاية عشان نعمل discussion. والمحاضرة الجاية راح تكون مهمة جدا، discussion بالشغل طبعا، discussion تبعها كتير مرتب ومميز، وهي من أهم المحاضرات اللي أنا بحب أشرحها كمان. نلقاكم بخير، وإن شاء الله كل شيء يكون واضح بالنسبة لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استودعتكم الله.